ما شاء الله عليك يا لموش، كل شيء حلو ومتناسق، كثير حلو. تسلمي حبيبتي، هذا من ذوقك. تفضلي اشربي القهوة. يسلموا حبيبتي. صحة وان. ايه بس لموشة، كأنه هاي السنة غيرتي الديكور مرتين، وحتى عم تغيري الدهان. شو قصتك؟ كترانين مصرياتك ما؟ حبيبتي تروح مصاري الرجال على الحيطان ولا تروح على النسوان؟ يا عمي ما ردت لنا خبر مشان قصة الجواز هي، قبل يومين جينا طلبنا المحروسة بنتها. نحن ما بنعطي واحد بيعلك. اصحك عمي، اصحك للي بيعلك. اصحك، انا بتحسس منها هالكلمة. انا فت لعندك لهون حطيت علكة بتمي مشان غير ريحة التخان التتون. وبتخين وجاي لعندي؟ ايه بتخين، بتخين لأنه من الحياة. وستروا على عصابات القمار، بيني وبينك مشروب رايح مشروب جاي، المشروب طيب معه دخان. وبتلعب قمار؟ ما كنت العب قمار، بس لما فتت على السجن وطلعت صرت العب قمار، ما لقيت شغل. وكنت محبوس؟ معلوم كنت محبوس، لأنه رحت لأطلب بنت، شو أبوها قال لي؟ بتعليك؟ قلت له إيه بعليك، سحبت المسدس وفرقته بنص عيونه. شوفي يا بابا، إذا جوزتي واحد بالك؟ ايه صاير ما حدا عم يتحمل حدا هالايام. شو بقول لك اختي، عم تحكي مع حالك؟ ما اهضمك. لا اطمني، ماني عم بحكي لحالي. لك لكان شبك هلا بلا كتر هالحكي، اعطيني موبايلك بدي احكي منه مكالمه. ليش وين موبايلك؟ ما تحكي منه. لك بدي احكي مع عصام، عامل لي بلوك، ما بقدر احكي من تليفوني. مين عصام؟ لك شب رفيقي صيدلاني ما بتعرفيه. وليش عامل لك بلوك؟ لك العالم صار ما عم تتحمل بعضها يا ستي. قال حكالي نكته بايخه، قمت قلت له بتضحك قبل الاكل ولا بعد الاكل؟ قام زعل وعمل لي بلوك. يمكن لازم تضحكي على الريق. اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا يا ابني، اهلا وسهلا، شرفنا، تفضل. انا اجيت اليوم بس هيك، بس مشان اعرف اذا انتم موافقين ولا مو موافقين. من حيث المبدا نحن موافقين، يعني او مو موافقين. بشرط، بشرط قبل ما تحكي موافقين ولا مو موافقين، انا عندي شروط. تفضلي مرت عمي، تفضلي. شو شروط؟ شو شروط؟ بنتي تسكن لحالها. شو يا بعدي؟ انا ودي اسكن يعني؟ لا عجيب. حالي بشعه وسمينه ومشرشحه، كأنه ما سمعت شيء. امدح فيني شوي، رفعني معنوياتي. حياتي صاير نظرك 10 على 10.